come back again with new information concerning speak pronunciation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع معلومة جديدة من أجل نطق أسرع. بس عشان نبين القضية من أول لأخيرة نبدأ بالمعلومة دي أو بالموقف ده. الواحد زمان لما كان بيسمع مقطع في فيلم أو بيستمع لمقطع في أغنية ما كانش بيفهم أي حاجة، رغم إن لما كنت بشوف المقطع ده مكتوب باللغة الإنجليزية قدام عيني بلاقي الكلمات سهلة جدا 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 ومتداولة، ربما في المرحلة الابتدائية أو بالكثير في الإعدادي. أما أنا ما كنتش فاهم ليه لما بسمع المقطع من الفيلم أو الأغنية. ببساطة لأن الشخص الأجنبي الأصلي اللي هو النيتيف سبيكر بيتكلم بسرعة، السرعة دي بتيجي إنه بيعمل حاجة اسمها blending، يعني بيلزق كده الكلمات مع بعض إلى جانب إنه بيستخدم اختصارات أو abbreviations. طيب ممكن إن إحنا يعني نتعلم منهم فنبقى سرعة برضو؟ نبقى سرعة برضو. بص معايا بطريقة عملية، مثلا كان في مطرب تقريبا اسمه مايكل جاكسون بيغني أغنية بيقول فيها they don't care about us. طبعا هم بينطقش كده، مستحيل مايكل جاكسون طبعا هيتكلم زي ما انا بتكلم كده بالتقصير بالمقطع كده بالبطيء شغل السلحفة، فيقول لك they don't care about us يعني هم لا يهتموا بينا او لا يعتنوا بينا. الاول بيقولها باسرع مني طبعا بألف مرة، بيقولها ازاي كنتش فاهم ان دي معناها كده او كلماتها سهلة مبسطة كده. كان يقول لحضرتك they don't care about us they don't care about us they don't care about us، تحس ان مش انجليزي اصلا ولا اساسا، ده لغه من اللغات المعتاده، رغم ان الكلمات بسيطه لما بشوفها بعيني وبنقراها متداوله جدا. اللي حصل بيعمل بليندنج او بيخلط كده كل كلمتين مع بعض مع شويه اختصارات. على سبيل المثال بيحاول يشيل الواي، ما بيقولش ذي ويدي حقها ودونت، لا بيشيل التي وبيفتح الاو، يبقى ذي دون don 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 care about، يجي عند about شيل التي يبقى care of us. بص لازق دي مع دي، بص كده care of us care of us وشيل التي طبعا يبقى care of us. تصور الثلاث كلمات دول اللي احنا طول عمرنا واي واحد فينا يقول care about us ويتمطع فيهم وفرحان انه بيعرف ينطقهم، هو في ثانيه يقول care of us 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 care of us. ده انجليزي ده؟ ده انجليزي، بس هو بيزحلق الكلمة مع اللي بعدها مع اللي بعدها مع حبة اختصارات زي حسفتي تمشي الدنيا. يبقى they don't care about us ده شغل السلحفة they don't care about us. طيب حتى نكون عمليين ونفيد ولادنا وبالذات اللي في المرحلة الابتدائية سنة ستة جينيور سيكس عندهم في يونت 1 الدرس الوحدة الأولى في التايم، واحد بيتكلم مع موظف الاستقبال في المتحف وعايز يسأله على سعر الدخول، فطبعا المعتاد ان احنا نقوله How much does it cost to get in؟ لكن الاجنبي بيقولها بصورة اسرع من كده، بيزعلق الكلمة مع اللي وراه مع اللي وراه مع شوية اختصارات. مثلا هيقولها ازاي؟ يقول لحضرتك How much does it cost to get in؟ 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 جات ازاي؟ التلاتة دول واحدة ازعلق على التانية على التالتة على الرابعة، اعمل بليندنج اخلطهم كلهم مع بعض في خلاط تطلع لك حاجة واحدة، زي المكونات اللي بتحطها في الخلاط. مثلا عايز تعمل ليمون مثلا عصير ليمون، فبتحط الليمون مع السكر مع المية في تكة الخلاط، بكل دول بيبقى مكون واحد، هو بيعمل كده. هو ماشي ده الكاست. لما تيجي هنا اخر اخر كاست تي مع بداية التو تي فبيعتبرهم تي واحدة، يبقى كاست cost to get in. التي هنا عشان بين حرفين متحركين فبيقبلها بيقلدها ده او ره، فالاسهل ره، فاقول لك get in مش get in get in get in، يبقى نقولها مع بعض how much does it cost to get in how much does it cost to get in مش how much does it cost to get in how much does it cost to get in. شويه blending زحلقه كله في الخلاط تبقى كلمة كأنها كلمة واحدة رغم ان هم اربع خمس كلمات، وشوية اختصارات زي ما لزق التي مع التي بقى التي واحدة والتي هنا بين تو فاولز قلبهم لده او ره.
اما بالنسبه للجينيور 5 برضو في التايم يونت 1 الوحده الاولى البنت بتقول لزميلتها احنا هنفطر فول وبيض. طبعا هتقول لها وي ار هافينج بينز اند ايجز. لا ده شغل التقصير، هتعمل بلينج برضو، هتخلط كلمات مع بعض وهتختصر. طبعا الار اختصارها زي ما انتم حضراتكم شايفين مش اي ار اي زي ما احنا عارفين، هو طبعا شال الحرف الاولاني حطها بوستر، فنقول ايه وي ار، لا هنقول وير، بقت اصبحت كلمه واحده وير. هافينج فيها اي ان جي، ما تحاولش تقول الجي اللي في الاخر، يبقى وير هافينج، وير هافينج، وير هافينج، مش وي ار هافينج. زحلقهم وراعي الاختصارات، الجي مش موجوده، وي ار مش كمله النطق اللي شفت الحرف الاول، يبقى وير هافينج، وير هافينج بينز، وير هافينج بينز، هافينج بينز، وير هافينج بينز. اما اند حاول ما تقولش دي، عشان نقول بين ذا نيجز، بين ذا نيجز، مش بين ذا اند، مش بين ذا اند اكس، حاول ما تقولش دي زي ما عملنا مع جي، يبقى هنقولها وير هافينج بين ذا نيجز، وير هافينج بين ذا نيجز، وير هافينج بين ذا نيجز، وير هافينج بين ذا نيجز. يبقى نحاول نجري شويه مع شويه اختصارات، الدنيا ان شاء الله هتبقى جميله، ونتمنى ان نكون استفدنا ومع معلومه جديده. ويلكم باك اجين نيكست تايم.